السلام عليكم. عفوا، إذا سامعيني ممكن إنه بس تكتبوا بالكويستشنز إذا سامعيني عشان نبلش الويبينار. سامعيني؟ شكرا شكرا على التأكيد. طيب، السلام عليكم، حياكم الله وشكرا جزيلا على تواجدكم اليوم معنا. اسمي مصطفى عدنان، أنا مستشار بأمن المعلومات بصفوص، واليوم راح نتكلم عن خدمة التعامل مع الأخطار الأمنية اللي هي الـ MTR، الـ Managed Threat Response. طبعا الـ Managed Threat Response هي خدمة توفرها صوفوس on the top of the endpoint مع الـ EDR technology، اللي راح نعطيكم شرح بسيط عن هذول البرودكتس وليش نحتاج احنا خدمة التعامل مع الأخطار الأمنية، ليش هذه الخدمة مهمة وشنو أساسها وليش احنا نعتبر انه هذه الخدمة ضرورية لكل مؤسسة، خصوصا انه تكون مؤسسه يكون فيها عدد من الاند يوزرز. طبعا راح نشرح هذا الموضوع، اذا عندكم اي اسئله للاسف الشديد زميلي بدر ما قدر يلتحق معايا لان صار عنده ظرف طارئ، فلهالسبب انه راح تقدرون تحطون كل الاسئله بالكويستشنز وانا ان شاء الله احاول اجاوب على بعض من عندهم باخر البرزنتيشن. طيب، طبعا قبل لا اريد ابلش بالتفاصيل مال البرودكت، حاب انه اعطيكم شويه امثله عشان ابين لكم ليش انه كثير مهم لازم تكون عندكم هذه الخدمه. كان في ثلاث انواع من الهجمات، انا حاط هذه الامثله بالولايات المتحده. طبعا هذني كانت على منظمات متعدده، واحده من عندهن هي مدرسه وبعض من عندهن هي مدن او حكومه، وكان في اختراقات وكان في نوع من الهجمات اللي هي لفيروس الفديه. فهذه هي بعض من الامثله. اول مثال اللي هي باللونج ايلاند رانسام وير، هذا اللي يسموه، كانت على مدرسه اسمها يورك سكول. طبعا يورك سكول دفعت 100,000 دولار عشان ترجع المعلومات للمدرسة. جو حسبة والتكاليف انه اذا هم عندهم مثلا بعض الباك ابس اوف لاين باك ابس، حسبة والتكاليف انه راح تكلفهم اكثر، فلهالسبب انه اضطروا انه يدفعون 100,000 دولار عشان يرجعون هذه المعلومات. ليك سيتي هي واحدة من المدن الصغيرة، ممكن انه تعملون جوجل عليها وتشوفون، وهذه في فيديو لها. فالناس اللي موجودين هناك اضطروا انه يتعرضوا لنوع من السيطرة على الايميلات وعلى السيرفيسز اللي موجودة، واضطروا انه يدفعوا للهاكرز بحدود 460 الف دولار. طيب، يعني طبعا كلفوا التكاليف الاسترجاع المعلومات هذه بحدود $1,000,000، فقرروا بالاخير انه يدفعوا 460 الف دولار لهذول الهاكرز. اكبر اتاك صار بالولايات المتحده اللي هو البالتيمور، اضطرت هذه الحكومه بعد ما توقفت كل الخدمات اللي عندهم بالمؤسسات، صاروا ما يقدرون يدفعون الفواتير أو التاكس، اضطروا أنه يدفعون 6,000,000 دولار حال هذول الهاكرز عشان أنه يخلصوا من هذا الفيروس، فيروس الفدية، اللي قدروا تكاليف الخسائر في حالة أنه إذا رادوا يسترجعون المعلومات
والوقت اللي راح يستخدموه قدروه تقريبا 10 مليون دولار. فاخذوا من البادجت مال الاي تي انفراستراكشر اللي موجود هناك والاي تي سكيورتي، اخذوا 6 مليون ودفعوها للهاكرز. طبعا بالاضافه لهذا راح يحتاجون هذول المؤسسات الثلاثه راح يحتاجون الى اعاده خلينا نقول ديزاين، راح لازم يضيفون كثير من الاجهزه الامنيه، فكانت هذه التكاليف كثيره على المؤسسات اللي ادت الى هذه المشاكل. فهذه المشاكل كلها ممكن انت تتساءل تقول يعني ما عندهم هم انتي فايروس او فاير وول او ما يملكون اي سكيورتي برودكتس. الموضوع هو لا يملكون، بس في كثير من الاشياء او في كثير من الجابس نقدر فجوات، هذه الفجوات ما تقدر تتغطى عن طريق الانتي فايروس، ما تقدر تتغطى عن طريق الفاير وول. في اشياء لازم يكون في تدخل بشري عشان انه يعرف يقرر في ذيك اللحظة انه ليش هذا الاتاك مثلا او هذه الشغلة لازم تنعملها ديسيبل. طبعا الرانسوم وير اتاك مثلا على 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 هذه المدرسة اللي هي اليورك سكول، كان في اتاك اللي هو اسمه الرايوك. هذا واحد من اخطر الرانسوم وير اتاكس اللي اكتشفت بالوقت الحاضر. فهذه الرايوك اتاك طبعا احنا انا معطيكم تفصيل له عشان انه تفهموا ليش راح نحتاج الخدمة اللي هي الـ MTR عشان نوقف هذا النوع من الاتاكس. مثل ما تلاحظون يستخدم different kind of stages، فعنده مراحل متعددة عشان انه يوصل للهدف اللي يريد يوصله. اول شيء يبلش بسبام ايميل. طبعا هذا السبام ايميل يبلش عفوا سامعين صوتي لان في حد كاتب ما في صوت. الو ممكن حد بس يكتب لي بس ياكد لي مسموع. اوكي شكرا جزيلا. طيب ف يس فنكمل هنا. بالنسبه للرايك اتاك عفوا نعم يبلش بسبام ايميل. طبعا السبام ايميل هذا يكون في malicious document. هنا ضروري يكون عندنا ايميل سكيورتي كثير قوي، يكون في ساند بوكسينج عشان يكتشف هذا النوع من الاتاكس. في بعض الاحيان يخطئ الساند بوكس وما يكتشف مرات، لان يستخدمون مثلا الهاكرز يستخدمون فتول معينه عشان انه ما ينعمل له سكان مثلا عن طريق الساند بوكسينج او ما يشتغل، لان هو عارف انه هذا فيرتشوال ماشين. في كثير من الطرق اللي يستخدموها اكيد طبعا الساند بوكس تكنولوجيز يضيفون هذه الطرق، بس دائما الهاكرز متقدمين ومتفوقين بطريقة أو أخرى. فإحنا دائما نؤمن أنه لازم نحط عدة محاور أو عدة مراحل نكتشف بها الفيروس، مو بس نعتمد على مرحلة معينة مثل الإيميل بروتكشن أو مثلا أنتي فيروس بس معين. طيب يبلش بإيميل، بعدين عدنا الشيء اللي اكتشفناه إحنا، هذا الرايوك اتاك يستخدم الايموتيت. ايموتيت هذا رانسوم وير ثاني. طبعا الاتاك من يجيك ما يكون انه في محور واحد، لا يكون عده محاور ممكن. يستخدم فايل عشان يعمل كول باك، يستخدم فايل عشان بس سليبنج الى ان ينتظر مثلا فد اكشن ثاني يجي عن طريق ايميل ثاني لهذا الكمبيوتر، يوصل له فد فايل معين ويعمل معاك مثلا رننج، يظل يدور عليه الى ان يوصل هذا الفايل مثلا ويكون على الديسكتوب. مجرد ما يكون يندمج معاه وعلى اساس انه يبدي ينتشر او يبدي يشتغل، فيستخدم هذه المالتي فيكتور اتاك اللي يسموها. هذا الايموتيت احنا سوفوس هي اول شركه مسكت هذا الايموتيت رانسوم وير اتاك،
اول ما اكتشف. وطبعا في كثير من الشركات الثانيه اللي هي الانتي فايروس كومبانيز ذكروا صوفوس هي اول شركه اكتشفت الايموتيت اتاك. طيب فيجي عن طريق الايموتيت مجرد ما يندمج مع يبلش يحاول يعمل ستيل كريدنشال، يحاول يسرق اليوزر نيم والباسورد عن طريق الميموري، يحاول يدخل من هناك يعمل كريدنشال ثيفت، وعلى اساسه مثلا يحصل اليوزر نيم والباسورد عن طريق الاوبن بلين تكست مثلا اللي موجود مثلا بالميموري. اول ما يحصل اليوزر نيم والباسورد يحاول يعمل شيء اسمه اسكليت بريفيليج تو بي ادمن يوزر، راح يحاول يضيف صلاحيات لهذا اليوزر اللي هي صلاحيات ادمن، وعلى اساس اول ما يكون قادر انه يضيف هذه الصلاحيات راح يبلش يحاول يعمل موف لاترالي اراوند ذا نتورك، يعني راح يحاول ينتقل داخل النتورك لان هو عنده صلاحيات ادمن، يقدر يستخدم ار دي بي اللي هو ريموت ديسكتوب، يحاول يتنقل من سيرفر الى سيرفر، اهم شيء يحاول يوصل على الاكتف دايركتوري مثلا، لان الاكتف دايركتوري راح يكون عنده من هناك يقدر ينشر بسهوله معينه. طبعا راح يحاول انه يعمل تارجت او تحديد لانواع الفايلات. طبعا ابتداء من الانتشار وتحديد المعلومات وديليت باك ابس، هاي وحده من الاشياء الخطيره اللي يعملها، يروح يدور على الباك اب ويعملها ديليت، لان هو يعمل تعيين اول شيء عنده باك اب، عنده ملفات مهمه، عنده اشياء خطره مثلا في كونفيدنشال، في اشياء للماليه يحددها، اول شيء يعمل ديليت للباك ابس عشان يسيطر. طبعا هذه الثلاث مراحل، هاي الثلاث مراحل تحتاج تدخل بشري، يعني ما في شركة معينة تقدر تكتشف لك هذا الموضوع، ممكن شوية الانتقال من مكان إلى مكان، بس إذا هو ينتقل عن طريق الـ RDP لازم تحتاج إنه فد مونيتورينج تول عشان إنه تكتشف وتعطيك أليرت معين، فهذه مو من السهولة إنه تقدر تكتشفها. وتحديد الفايلات هذه موضوع طبعا بحد ذاته بشري، تحتاج انه على تعرف انه في شخص معين هل هو مخول انه يختار هذه المعلومات. فهذه هي فجوه مستحيل اي انتي فايروس، اي فاير وول، اي سكيورتي برودكت موجود عشان يقدر يكتشف هذه الامور، فهذه مشكله كبيره. طيب وبعدين واحده من الاشياء اللي راح يعملها، راح يحاول يعمل ديسيبل للبروتكشن مثلا سكيورتي برودكتس اللي موجوده عندك، انتي فايروس يوصل على المانجمنت كونسول يعمل ديسيبل للتمبر بروتكشن، حاول يعمل ديسيبل للانتي فايروس تبعه، وبعدين يكون هو نشر الرانسوم وير اتاك، وبكبسه زر راح تشوف المؤسسه كلها تتعرض الى اعتداء كامل، او نقدر نقول انه رانسوم للمعلومات، وراح تكون كلها مشفرة ومو قادر أنه ترجع هذا الموضوع. نعم ممكن أنه أنت تسأل ليش بالولايات المتحدة يدفع مباشرة، لأن عندهم تأمين على أمن المعلومات. طيب بس هذا التأمين مو كل مرة يكون شغال 100%. ليش؟ لأن أنت مثل ما عندك أنت سيارة وأنت تتقصد أنه تروح تضرب السيارة مثلا بالحيط عشان أنه تأخذ التأمين، نفس الشيء انت عندك بامن المعلومات، انت اذا ما تحط انتي فايروس التامين ما راح يغطي لك، انت اذا ما يكون عندك مثلا فاير وول من فئه معينه يكون بالجيل الثاني ما راح تعتبر انه انت مامن او ما راح يغطي لك التامين. ففي كثير من الاشياء وخصوصا بامن المعلومات، يعني المبالغ راح تكون جدا كبيره، التغطيه للإنشورنس راح تكون كثير صعبة، واسترجاع المال هو مو موضوع سهل، أنت راح توقف خدمة وهاي الخدمة تأثر على السمعة، فكثير من الأشياء، فأنت ضروري أنت تسلح نفسك وتكون عندك أدوات إضافة لهذا، يكون عندك ناس ذو خبرة عشان إنه يمسكوا هذا الموضوع. طبعاً أنا تكلمت لكم عن المشاكل والأخطار اللي موجودة، وتكلمنا عن واحدة من الأتاكس اللي تصير، والحين أنا أتكلم لكم عن الـ EDR اللي هو الـ Endpoint Detection and Response اللي عندنا. هذا إحنا عندنا tools
طبعا هذه الادوات احنا نعطيكم اياها مع الاي دي ار، يجي مع الان بوينت، اثنينات موجوده ب one single agent و one single console. طبعا هذه تقوم على يعني على اساس اكتشاف طبعا هذه الاخطار، ونستجيب لها الموضوع بمراقبه الملفات، نشوف شغلات مثل الانديكيتر اوف كومبرومايز في اشياء مثل potential unwanted application. هذول تكون مثلا فد ابلكيشن معين، هذا الابلكيشن يكون عليه فد suspicious activity، اشياء مش يعني طريقه الشغل تبعه يكون مشتبه به، يكون عليه ملف مثلا هذا الاي اكس اي فايل يكون عليه مثلا ادوات عشان تشفر المعلومات، يكون عليه مثلا يعمل اتصال مع الانترنت ويحاول انه يتصل على دومينز معينه. فالاي دي ار هو واحد من احسن الادوات اللي تساعدك علشان انه تكتشف هذا الموضوع. نستخدم طبعا بسوفوس، نستخدم الذكاء الصناعي عشان نراقب هذا السلوك، ونعطيك بتفصيل بسهوله معينه انه كيف انه هذا الفايل المشتبه به انه ما يكون هو confirmed virus او malware. هذا الفايل اكتشفناه احنا عن طريق المشين ليرنينج، الذكاء الاصطناعي، وعلى اساسه انه نعمل لك عن طريق الارتيفاكس، الفايل باث، كل هذول على طريق البروسيسز نقول لك انه هذا بنسبه 75% هذا يكون مالوير. اوكي، فنسهل عليك هذا الموضوع. فنقوم احنا نعطيك بالخطوه الثالثه، نقدر نمحي لك هذا الموضوع عن طريق كبسه زر، تقدر تمحيه او تقدر تعمل شيء اسمه ثريت هانتنج، تحاول تعمل انت اصطياد عن طريق البحث عن هذا الفايل، هل هو موجود بالنتورك عندك. فهذا الاي دي ار يقدر يساعدك ويحفز هذا الموضوع. طبعا في جيل اول وفي جيل ثاني، احنا نعتبر من الجيل الثاني. ليش؟ لان الجيل الاول هو ديديكيتد اي دي ار، يعني ما يعطيك انتي فايروس، يعني ما يمحي لك 90% من الاتاكس اللي تيجي، لا، هو يعطيك بس كميه معلومات هائله ممكن تضرك، لان انت كميه المعلومات راح تكون غير مفيده لك او مو عارف انه انت كيف تستخدمها. ولازم كل شيء استجابه يدويه، انت لازم تروح على كل كمبيوتر او تدخل عن طريق ادوات معينه عشان انه تمحي هذا الموضوع، وتحتاج المصادر هائله، وتحتاج كثير انتجريشنز، لازم تتواصل مع كثير من الادوات اللي لازم تشتريها، فهذا تكلف تكاليف كثير كبيره. فتفضل عندنا احنا هنا مثل الاكزامبل اللي معطيكم اياه، المثال في عندك انت فجوه كبيره، في عندك شيء سليم، في عندك شيء ضار، بس هذه الفجوه كثير كبيره، بس مع الانترسبت اكس ادفانس ويا الاي دي ار احنا نعطيك تفاصيل مثل الذكاء الصناعي. ممكن معظمكم يعرفه، يمكن بعض من عندكم عنده اوريدي انترسبت اكس ادفانس والاي دي ار، بس للي ما عنده اعطيك بس نبذه. في ذكاء صناعي عندنا في مضاد الفيروسات اللي يكتشف النون اند ذا انون، المعروفه والغير معروفه لفيروسات الفيديا، نقدر نكتشف عن طريق البيهيفر، نعرف انه عن طريق التصرفات تبع هذا الفايل اذا كان عنده انكربشن، ادوات تشفير، يحاول انه يعني يختار فايلات معينه عشان انه يعمل تشفير، راح نقدر انه نعمل باك اب للديتا. فاول ما يحاول انه يضرب راح نوقفه وراح نعمل السكاننج، نعطيك تفاصيل عن طريق التحليل الجذري للاصابه، او احنا نسميه ثريت كيسز مو رود كوز اناليسيس بعد. نعطيك تفاصيل كثير كبيره، وكل هذه التفاصيل ممكن انه انت تعرف كيف دخل ومن وين دخل وايش استخدم فايلات مع مين حاول يتواصل. نعطيك تفاصيل مهمة جدا عشان تعرف انه نوع هذا الاتاك، ونعطيك انت شيء اسمه سوفوس كلين. هذا سوفوس كلين هو مختص للاشياء اللي هي غير معروفة، اللي هي الانون، الرانسوم وير، او لمضاد استغلال خلل التطبيقات اللي هو الانتي اكسبلويت، اللي حاول طبعا بعض الهاكرز يستخدموه عشان انه يشوفوا في ثغره امنيه عن طريق السوفت ويرز اللي عندك انت، او عن طريق الاوبريتنج سيستم النظام، اذا كان في ثغره امنيه راح يستغلها وراح يقدر يعمل باك دور، يفتح مجال انه يدخل رانسوم وير اتاكس.
فنعطيك يعني prevention, detection and response، نعطيك حماية ونعطيك اكتشاف ونعطيك خلينا نقول إزالة أو تحديد لهذا الموضوع. وبالتفصيل ممكن أنه تعرف عن طريق هذا الدايجرام اللي أنا مشير الحين الانترسبت اكس ادفانس كم مرحلة عندنا. احنا عندنا 5 مراحل وكل مرحلة في 5 إلى 4 فيتشر، مرات 6 يكون عندك أو 8 يكون عندك أنت فيتشرز هذني راح توقف هذا الموضوع. وطبعا هذا الكلام ما مأخوذ من عندي، تقدر أنت تدخل على موقع صوفوس وتقدر تنزل كل الثيرد بارتي ريبورتس اللي موجودة عندك، NSS Lab، عندك Gartner، عندك Forrester، في عندك كثير من البرودكت الثيرد بارتي ريبورتس اللي دائما كانوا ينصحون انه يا اما تاخذ صوفوس او صوفوس هو ليدر او نمبر 1 بالنسبه لهذا الريبورت. طيب فهذه الفجوه الكبيره مع الانترسبت اكس ادفانس وذ اي دي ار احنا راح نقدر نصغرها، بس ستيل احنا عندنا فجوه. فهذه الفجوه لازم نستخدم هذه الخدمة عشان إنه إحنا نقدر نغطي هذه الفجوة زين. فهي الخدمة إحنا ندمج الذكاء الاصطناعي مع خبرة علماء أمن المعلومات. إحنا عندنا expert people، هذول الناس عندهم خبرة بأمن المعلومات وشغالين بس على موضوع الفورنسكس وعلى موضوع التحاليل اللي صوفوس تقدمها عشان نرد على هذه الأخطار اللي تحدث، ونعطيك تحليل عميق ونعطيك تصنيف لهذه الأدوات عن طريق الأدوات الذكاء الاصطناعي أو عن طريق المختصين اللي موجودين على مدار الساعة 24/7. هذول راح يكونون عندهم كونسول عشان إنه يعملون مونيتورينج للأدوات اللي عندك. طبعاً التحديات بأمن المعلومات، بعض من عندكم يمكن يسأل يقول أنا ممكن إنه أجيب أشخاص وهذول الأشخاص إنه يقدرون يقدموا لي هذه الخدمة. في صعوبة كبيرة بتوظيف خبراء أمن المعلومات، ما من السهولة أنه تحصلهم، ودائما في نقص بالنسبة للخبراء أمن المعلومات وما متوفرين بصورة دائمة، ودائما تكون تكاليف تعيينهم كثير عالية وأنت مو قادر أنه تعين خبير أمن معلومات. عدم الاستفادة الفعالة من الأدوات اللي عندك، ممكن انت تشتري احسن الادوات. وخير مثال انه في منظمات معينه كانت تستخدم احسن الادوات، مع ذلك تم اختراق هذه المنظمات لان هذه الادوات اللي عنده ما استخدمت بالطريقه الصحيحه. مثل ما انت عندك فيراري وما عندك مثلا شخص سائق انه يقود هذه الفيراري، فانت ما قادر انه تستخدم هذه الادوات. الحاجه لخبراء امن المعلومات لكشف الاخطار الخبيثه، طبعا دائما يكون في احتياج، مثل ما قلنا صعوبه بتوظيفهم، فلهالسبب انه دائما ما عندنا خبراء عشان انه يكتشفون هذا الموضوع. وزياده الاعمال التجاريه مع الحاجه لتطوير امن المعلومات. احسن مثال لهذا الموضوع الكورونا فيروس والتحديات اللي بنشوفها الحين. اضطرت المؤسسات انه ترسل موظفيها او يقعدون الموظفين بالبيت، بس لازم تقدم خدمات هذه المؤسسات. كيف تقدم خدمات؟ لازم تعطي للموظفين اكسس او ولوج من الخارج للادوات اللي عندهم داخل المؤسسه. كيف بدهم يعطون هذا الموضوع؟ لازم يستخدمون يا اما يعملون publishing services عن طريق الواف ويب ابلكيشن فايروول. زين، هل عندك انت واف؟ ممكن انه بس مجرد عنده فايروول ويعمل ناتينج ويعطي دخول على هذا السيرفيس. القراصنة يتصيدون هذه النوع من المؤسسات، لان مجرد ما اعطيت انت هذا الموضوع ممكن انه يخترقك بطريقه جدا سهله عن طريق كودز معينه، ويقدر يدخل على هذا السيرفر ومن السيرفر يقدر ينتشر بالمؤسسه ويقدر يستخدم فيروس الفدية على سبيل المثال، أو ممكن أنه يصنط، أو ممكن أنه يعمل كنترول على الإيميلات أو على كثير من الأشياء اللي أنت ما مستعد خصوصاً بالوقت الحاضر أنه تكون عندك هذا الموضوع. فهذه دائماً أنه تكون عندك زيادة. فالخدمة هذه راح تساعد أنه تغطي هذه الفجوة.
راح نحط لك جسر وراح احنا نقدر نعرف وين الضار ووين السليم والمقبول، وهذه الخدمه راح تسهل لك هذا الموضوع. الخدمه هذه الـ MTR احنا نقدم لك اياها عن طريق تو باكجز، وحده هي حزمه الخدمه الاساسيه الستاندرد MTR، نكتشف الاخطار المتقدمه ونحددها ونعمل حمايه دائمه على مدار الساعه للاخطار، ونعمل ضمان لفعاليه اعدادات نظام الحمايه، فنشوف احنا ايش اللي البيك بيرفورمانس اللي موجوده عندك انت بالانترسبت اكس مثلا على سبيل المثال، ونقدر انه نساعدك عشان انه تعرف كيف تعمل الريكومندد كونفيجريشن على هذه الادوات اللي عندك عشان تستغلها بطريقه صحيحه. وبعدين بالاخير احنا باي على سبيل المثال اي انسيدنت اي حاله تصير عندك انت، ممكن انه هم راح يتواصلون معك وعلى اساسه راح يحاولون انه يعملوا لك ترمينيت لهذا الشيء المشتبه به بعد اكتشافهم انه ايش اللي صار، ويعطوك تقرير مفصل وايش ممكن كان يصير لو انت هذا المالوير او هذا البي يو اي اخترق وجلس عندك بالمؤسسه، ايش كان ممكن انه يقدر يسوي. الحزمة الثانية، الحزمة المتقدمة اللي هي الـ MTR Advanced، نعطيك تعاون مكثف ومستمر للقضاء على الأخطار النشطة، ونعطيك تحليل متقدم عبر الاستقصاء الافتراضي. أوكي، نستخدم طبعاً التولز ونكتشف هذا الموضوع، ودائماً يكون في اتصال هاتفي دائم مع مركز صفص للحماية الأمنية، ونعطيك تحليل أنظمة الحماية الأخرى. يعني إذا أنت عندك مثلاً على سبيل المثال عندك الفايروول مالتنا، أو عندك الكلاود أوبتكس اللي يحمي لك الكلاود مثلاً، راح نتكلم عنها، عندي سلايدز تو سلايدز قبل لا نخلص. وعندنا اكتشاف مكونات النظام، نقدر نعطيك تفصيل عن كل نظام عندك بالمؤسسة، وشنو نوع الأوبريتنج سيستم اللي عليه النظام، وإيش الأبليكيشنز اللي موجودة عليه، وايش الفارنبيلتيز اللي موجوده، وشنو هي اللي ان مانجد اللي عليها انتي فايروس واللي ما عليها. واخر شيء نعطيك تطوير البنيه التحتيه، معناها انه احنا نقدر نساعد معاك عشان نعطيك ديزاين صحيح كيف انه تقدر تبني البنيه التحتيه للمؤسسه او للنتورك اللي عندك انت بالانفايرمنت. طيب شنو انواع طرق الاستجابه؟ عندنا رد مباشر، انت اذا تعطينا اوثرايز احنا مباشره نقدر ندخل على النظام، نقدر ناخذ اكشن، وبعدين احنا بس نرسل لك تقرير او نتصل فيك ونقول لك يا مستر كاستمر احنا اكتشفنا هذا الشيء وعملنا ترمينيشن له، وهذه هي التفاصيل، كان ممكن انه يحدث 1 2 3 بالمؤسسه لو انت ما عندك هذه الخدمه. في شيء اسمه التعاون الكولابوريشن. الكولابوريشن لا، يتواصلون معك يقولوا لك انه في انسيدنت معين، هل انت حاب انه احنا نكفي ولا تريد احنا وياك ندخل ونحاول نعمل انفستيجيشن تحليل لهذا الموضوع، وعلى اساس انه نقدر ناخذ اكشن عليه. وفي الاشعار، انت بمؤسسه انت ما حاب انه تعطي اي صلاحيات لهذول الناس، ممكن انه بس مجرد انه يكتشفون هذا الموضوع او يرسلوا لك اشعار بايميل معين او عن طريق التليفون يحكوا لك تفاصيل انه عندك 1 2 3 عندك هذا الكمبيوتر في عليه اشياء معينه لازم انت تاخذ هذه الاكشنز اللي انت لازم تعملها. هذه هي ال MTR. طبعا عندنا استراتيجي معينه الاسبوع الماضي احنا ضفناها، احنا نقدر نستخدم الـ MTR اللي هو الـ Managed Threat Response، نستخدم جماعة الـ MTR كSOC Team. إذا أنت عندك Firewall، عندك Cloud، عندك Other Resources مثلاً من Sophos على سبيل المثال، نقدر نستخدمها مثل Sensors عشان أنه تغذي الـ MTR، وعلى أساسه أنه نقدر نطلع بنتيجة ونعرف كل هذه التفاصيل. طبعا بالتاكيد انت تقدر تستخدم بس الاند بوينت وتشتري الام تي ار، في كثير تفاصيل انه نقدر نكتشف عن طريقه، بس لا انت حاب انه تكون عندك صوره اوضح لهذا الموضوع، اشتري من صوفوس الاكس جي الكلاود او اي شيء من صوفوس ثاني
نقدر نربطه مع الام تي ار، ونقدر نعطيك بعد صوره اوضح حتى عن طريق النتورك او عن طريق الكلاود، ونقدر نوصل لك هذا الموضوع. كل اللي تحتاجه انت لازم يكون عندك ام تي ار ادفانس عشان هذا الموضوع، واحنا ندعم كل البلاتفورمز اللي موجوده. مثلا على سبيل المثال انت مع الاكس جي اللي تحتاجه مثلا تعمل انيبل للسنترال فايروال مانجمنت، تعمل للسنترال فايروال ريبورتنج اللي موجود عندك على على الاكس جي. طبعا سنترال فايروال مانجمنت فري اوف كوست، اذا عندك الفايروال تبعنا انت عن طريق السنترال اللي هو نفسه اللي يعمل مانج للاند بوينت، تقدر انت تربط الاكس جي فايروال معه وعشان انه يغذي المعلومات. تحتاج لايسنس نتورك بروتكشن طبعا على الفايروال، وتعمل انيبل للاي تي بي والاي بي اس عشان انه تغذي بالمعلومات عشان نربط هذه المعلومات معاهم. طيب هذا كل اللي عندي طبعا بالنسبه للام تي ار. تو سمرايز، الام تي ار هي خدمه، هذه الخدمة تقدر تغطي لك الفجوة اللي موجودة بالنسبة للإند بوينت، بالنسبة لكل السكيورتي برودكتس اللي موجودة. وأنا حاب أذكر مرة ثانية، هذه الفجوة هي مو موجودة بس بصوفوس، هذه الفجوة موجودة بكل سكيورتي برودكتس. الكل ما تقدر تضمن لك إنه أنت عندك أنت عندك 100% بروتكشن، ولهالسبب في تأمين، ولهالسبب إنه كثير مؤسسات عندها أحسن أدوات السكيورتي ومع ذلك اخترقوها. فلازم يكون عندك انت خبراء. اذا انت كنت بمؤسسه قادر انه تهيئ سوك تيم، وهذا السوك تيم هو كفوء وعندك سيم سوليوشن، طبعا راح يكون هذا يكون جدا ممتاز انه يكتشف لك هذه الاخطار. بس انت اذا مو قادر اليوم تقدر تستخدم السيرفيس اللي تكلمت عليها اللي هي الام تي ار. هذه الخدمه راح تنفعك كثير، تكتشف لك الأخطار اللي موجودة عندك بالمؤسسة. طبعاً إذا عندكم أي استفسار أي سؤال عند هذا إيميلي، وطبعاً رقم تليفوني إذا حابين تتواصلون معايا. إذا عندكم أسئلة الحين ممكن تحطوها بالquestions، راح أنتظر دقيقة أشوف إذا في سؤال معين أقدر أجاوبكم مباشرة من هنا، وإذا ما في ممكن إنه ننهي السيشن. فأنتظر أسئلتكم إذا موجود، إذا عندكم أي استفسار. طيب what other devices؟ أوكي، شنو الأجهزة اللي ممكن إنه نربطها؟ طبعًا إحنا عندنا الـ endpoint، نحط الـ MTR كسيرفيس على أساسها. مثل ما لاحظت في عندنا إحنا الـ firewall اللي هو من صفوس، ممكن إنه تربطه علشان إنه يغذي. عندك شيء اسمه cloud optics، هذا الـ cloud optics ممكن إنه يساعد إنه يغذي هذا الـ السيرفيس. وعندك اي شيء من صوفوس نقدر نربط. السؤال الثاني اللي نقدر نعمل انتجريشن مع فورتينت، سيسكو، سونيك وول. نعم تقدر تعمل، بس لازم يكون عندك سيم سوليوشن. يعني دايركت انتجريشن ما عندنا احنا. احنا يعني نستخدم الخدمه لان احنا عارفين السورسز تبعنا اللي هي صوفوس، وهاي عندنا احنا عارفين انه الاجهزه تبعنا وعارفين الانتجريشن، فنؤمن انه الانتجريشن ممكن انه نقدر نطلع المعلومات من عندها. بس بالنسبه للاذر برودكتس لا، عن طريق السيم سوليوشن ممكن انه انت نربط الام تي ار تيم عن طريق السيم سوليوشن انه يكتشفوا لك هذه المعلومات. يس، ونقدر بس دايركت لا. ESXi host هل يعمل مع السيرفرات؟ نعم، في احنا عندنا موديول معين. انت اليوم اذا اشتريت سيرفر باكج ESXi موجود، وفيك تنزل الام تي ار كخدمه مع الاي اس اكس اي كانتي فايروس. نعم، حد عنده سؤال بعد؟ we can use Sophos VPN IPsec client for other devices. نعم، طبعا هو الموضوع ما خصه بالIPsec، بس yes، إذا أنت عندك XG firewall
الاي بي سيك كلاينت في بي ان يدعم الويندوز ويدعم الماك كمبيوترز. احنا عندنا ابلكيشن له تقدر تستخدمه وتقدر تربط. اذا كان عندك موبايلز تقدر تستخدم السيسكو كلاينت اللي موجود بيلت ان على الاي او اس مثلا. تقدر تستخدم الاوبن في بي ان عشان الاس اس ال كونكتيفيتي بالنسبه لل اندرويد ديفايسز الاوبن في بي ان. نعم اتوقع هذه كل الاسئله اللي موجوده. اشكركم طبعا اليوم على حضوركم وعلى وقتكم اليوم، وعلى امل ان شاء الله انه نلتقي بكم بسيشنز ثانيه. هذه السيشن راح تكون ريكوردد. اذا حابين انه تكون عندكم نسخه من عند الريكوردينج نقدر نبعث لكم اياها ان شاء الله. نبعث لكم اللينك. ايميلي موجود، تليفوني موجود، اذا حابين تتواصلون على اي سؤال انا راح اكون بالخدمه ان شاء الله. شكرا جزيلا ونشوفكم على خير.